السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم. اليوم راح نحكي عن السرعة بالأوتوبان اللي يجي حارتين. شايفين هذا الأوتوبان؟ هذا الأوتوبان حارتين. الأوتوبان الحارتين أنت ملزم بسرعة 80 إذا ما حددوا لك سرعة أكثر أو أقل. أنت ملزم بسرعة 80 أقصى حد عندك، لكن إذا فاتحينها للمية وعشرين أنت بإمكانك تمشي 87. 87 البوليس ما بيخالفك. ليه؟ لأنه بس شال 7 بيظل عندك 80 وأنت تظل قانوني. شوارع مثل هاي، مثل عم عشرة بشكل عام، الشوارع مثل هاي سرعتها 80 بشكل عام إذا ما تم تحديد السرعة من الشارع. يعني إذا ما حطوا لك لوحة 70 ولا 80 ولا 50 ولا 40 ولا 30، أما سرعتك حتبقى 80. هاي بالنسبة للكهربية. الطرق الزراعية، الطرق الزراعية فيك تمشي عليها 60 67 للسبعين ما عندك أي مشكلة، تمام؟ هيك أنت تظل قانوني. إن شاء الله يكون هذا الدرس تستفيدوا منه، وأرجو من الجميع دعمنا بالقناة والاشتراك وتفعيل الجرس. وأي شيء بدكم إياه أنا حاضر. أخوكم أبو عبد، حياتي للجميع، السلام عليكم.